المشكلة في هذه الأوقات أن هناك أناسا كثيرين تصدروا بالفعل وليسوا مؤهلين لأمور الفتوى، ومن ثم حصلت الأزمة. الأستاذ نزار، أنا أشكر سيادتك على هذا السؤال في خصوص الدول التي لم تحضر اليوم. وفي الحقيقة المجلس اليوم، المجلس التأسيسي، كان حريصا على أن يؤدي هذه الرسالة، أن الباب مفتوح لكل من يريد أن ينضم إلى عضوية هذه الأمانة. وبلا شك بأننا نسعد بانضمام الدول الإسلامية، لأننا نريد هذه المنهجية أن تكون موجودة بيننا، بحيث نقلل قدر الإمكان من إمكان الاختلاف حيث لا اختلاف.